بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلامنا يا جماعة عن إنبوت من نوع تي إي ال أو تليفون، يعني لو خاص بإدخال أرقام التليفونات مثلا. بمنتهى البساطة القيمة عبارة عن تي إي ال. لو أنت رحت وعملت ريفرش هتلاقي البوكس بتاعي بالشكل ده، وممكن تكتب فيه رقم تليفونك. طيب، هو بيقبل النصوص او بيقبل النصوص؟ تقولي طب ايه الفرق ما بين وما بين الانبوت تكست وكده؟ اقول لك والله، بص يا جماعه، المساله بتاعت ان انت تختار من مجموعه من الانبوتس والفورمز بالذات، المساله مربوطه باكثر من ناحيه، واولهم المساله بتاعت السيرش انجن اوبتمايزيشن. الجانب بتاع هو معمول عشان كده. يعني بص، مثلا انا عايز اقول لحضرتك حاجه. انا في الفورم ديت مرفوع على توتوريالز بوينت، في الخانه بتاعه التليفون لو انا وقفت وضغطت كليك هيروح يجيب رقم التليفون بتاعي. ده اوتو كومبليت، بيانات اوريدي انا دخلتها قبل كده موجوده في قلب البراوزر بتاعي. الكلام ده بيحصل دلوقتي لان الموقع ده منشور اونلاين ومرفوع، فعشان كده هو المساله البراوزر بتاعي لو انا قلت له احفظ لي الاعدادات بتاعه الاوتو كومبليت هيربطها بنوع الخانه ديت ايه، مش هيربطها بالخانه ديت ايه، فاهمني؟ ده اللي بيخليني مثلا لما اقف عند حاجه زي الاسم بتاعي انبوت سيرش ما يجيبليش الاقتراحات بتاعت التليفون، فاهمني؟ لكن لما اقف عند التليفون بيجيب لي الاختيارات دي. وفي عالم الويب الجديد الناس ما بقتش زي الاول، يا ربنا، هو بيجيبليش الاوتو كومبليشن ليه؟ الناس بقت تسال كده لو واقف عند التليفون، طب انا مدخل رقم التليفون. او الجانب ده يا جماعه انت بتحاول تكلم فيه البراوزر، فعشان كده البراوزر برضه بيحاول يكلم السيرش انجن اوبتمايزيشن، فالامور كلها بقت مربوطه ببعض. ده اللي بيخليك تستخدم النوع الصحيح للبيانات اللي انت ناوي تدخلها بشكل صحيح علشان تسهل على المستخدمين بتوعك. وده التطبيق، او ده اللي ممكن يكون الناس بتحاول تسال ايه الفرق ما بين تليفون وما بين نمبر وما بين انبوت، والكلام كله بيسمح بوجود بعضه. لا، القصه بتاعت ان لكل حاجه ليها مكانها الصحيح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.